نسبت إلى البوم قدرات سحرية منذ العصور القديمة. في علم النفس يرمز هذا الطائر إلى الحكمة والفخر والغموض. لقد أعددنا لك اليوم من قناة رويش تي في اختبارا نفسيا مثيرا للاهتمام، ونتيجته ستفاجئك بالتأكيد. سوف تحتاج إلى وضع كل الأفكار غير الضرورية جانبا والتركيز على نفسك. تعال لتلقي نظرة على الصورة المعروضة أمامك. أنت ترى الآن 4 بومات، حدسياً اختر البومة التي تثير اهتمامك أكثر. والآن انزل إلى خانة التعليقات وسجل لي رقم البومة التي اخترتها. هل هي البومة رقم 1؟ أم البومة رقم 2؟ أم البومة رقم 3؟ أم هي البومة رقم 4؟ والآن تعال معي لنكتشف ما الذي يمكن أن يقوله اختيار البومة عنك. إذا كنت قد اخترت البومة رقم 1، فهذا يدل على أنك تتمتع بشخصية مباشرة وطفولية ساذجة، تشعر بهذا العالم جيدا. لا عجب أنك ترى أن مشاكل الآخرين هي مشاكلك. تعاني كثيرا من القلق والتوتر. إيجاد التوازن الداخلي والتهدئة بالنسبة لك أمر صعب. حاول أن تفهم سبب قلقك. أنت معتاد على الاعتماد على الآخرين في اتخاذ القرارات. مشكلتك أنك في كثير من الأحيان تنقل المسؤولية عن أخطائك إلى أكتاف الآخرين. ربما كنت قد تأذيت كثيرا من قبل الناس، وهذا أثر على تكوين هويتك الحقيقية. إذا كنت قد اخترت البومة رقم 2، فهذا يدل على أنك شخص فخور وذكي للغاية ومنضبط عاطفيا، أو أنك تحاول إخفاء مشاعرك الحقيقية. أنت تتمتع بصفات قيادية، تجد صعوبة في الانصياع لأي كان. أنت معتاد على أن تكون مسؤولا ليس فقط عن نفسك ولكن أيضا عن الآخرين. يحاول الكثير من الناس الاستعانة بك لحمايتهم، ذلك أن طاقة كبيرة تشع منك. السمة الخاصة بك هي قدرتك على ضبط النفس. مع هذا كله، أنت لا تحاول إظهار صورتك الحقيقية لكل شخص تقابله. نصيحتنا لك هي أن تحافظ على خصوصية خطط حياتك. ثالثاً، البومة رقم 3. إذا كنت قد اخترت هذه البومة فأنت شخص أنيق. إنك تعرف نفسك، لذلك أنت انتقائي في التواصل الاجتماعي. البعض يراك كشخص أناني أو متعجرف، لكنهم مخطئون. ربما تتعامل أحيانا مع الناس من حولك بغطرسة، لكن هذا ليس بسبب غضبك أو بسبب نقص فيك. إنك في الواقع تخاف من الخيانة لا شعوريا، لأنك عانيت بسببها من قبل. لذلك أنت تغدو شخصا غير صريح مع أشخاص لا تعرفهم. يراك الكثيرون أنك شخصا جادا يلتزم بالمسؤوليات عن نفسه حول مختلف الأمور. أنت مؤد رائع وقائد مسؤول ورفيق مخلص ومستمع جيد. البومة رقم 4. إذا كنت قد اخترت هذه البومة فهذا يعني أن لديك الكثير من المعجبين. دعنا نوضح الأمر. نحن نقصد بكلمة المعجبين الأشخاص الذين لديهم نوايا حسنة تجاهك. إن عيون البومة الكبيرة هذه ترمز إلى الحكمة، لذلك فإن اختياراتك تشير إلى تجربة حياة رائعة. بالتأكيد هناك من حولك يرونك كمدرس أو حتى كمرشد. من الجيد بالنسبة لك أن تشعر أن من حولك يحتاجونك بشدة. هذا الأمر يعزز ثقتك بنفسك. ربما يكون هؤلاء الأشخاص الذين يعجبون بك هم أطفالك أو طلابك. فوق هذا وذاك، أنت سيد نفسك جيدا. أنت تعرف كيف تتحكم بعواطفك. لست صعب الإرضاء. مع هذا، أنت دائما تذهب في مواعيد مع أشخاص ولا تتوقف أبدا عن مساعدتهم إذا طلبوا منك ذلك. إنك طيب القلب، وليس من المستغرب أن الكثير من الناس يحبونك ويقدرونك حقاً.